متتبعي قناة الفاس بريس، مرحبا بكم. ما زال قضية مجانية التنقل بالنسبة لدول الإعاقات تثير الكثير من الجدل. اليوم تنستضيف واحد من اللي كانوا فاعلين أساسيين بمدينة الدار البيضاء، وكان نائب عمدة الدار البيضاء في التجربة السابقة، وتعلق الأمر بالسي عبد الصمد حيكر، من أجل تقديم توضيحات حول هذه القضية. واش مجلس المدينة قادر باش يحل هذه الإشكالية، أم أن الأمر يتطلب يعني تدخل مجلس التعاون بين الجماعات، وأيضا ضرورة وهذه المهم والدعم المالي من أجل ضمان نجاح هذه العملية دي. سي عبد الصمد مرحبا بك. سي عبد الصمد، كيفاش أولا قريتي النقاش حول مجانية التنقل بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سي بوستال على الاستضافة. بكل تأكيد أن هذا موضوع مهم جدا، وأنه موضوع عنده أهمية خاصة، لأنه كيخص واحد الفئة في المجتمع اللي كتعاني معاناة متعددة يعني المظاهر، والمجالس المنتخبة والدولة بصفة عامة، مؤسسة ديال الدولة بصفة عامة، مفروض أنها توفر يعني شكل من أشكال ديال التخفيف من هذه المعاناة كل ما كان ذلك ممكن. لذلك هذا المعطى الأول. المعطى الثاني هو أنه الآن منذ مدة، وبلادنا والحكومة اللي كانت ولا هذه اللي غادي تستمر في هذا الإطار، وأنها اعتبرت أن المسألة الاجتماعية عندها أولوية خاصة، وزادت تأكدت هذه الأولوية سيما مع الظروف ديال الجائحة. لذلك هذو جوج المعطيات أساسية كتجعل بأن هذا الموضوع لا بد أن يطرحها على يعني جدول الأعمال ديال يعني المؤسسات المنتخبة. ولكن في نفس الوقت هذا موضوع يعني ينبغي أن ننأى به، ينبغي خصنا نبعده على أي تجاذبات سياسية وعلى أي توظيف انتخابي. وهذا معطى أساسي، لأنه أنا شخصيا الثقافة السياسية يعني الموضوعية ترفض أن تتأسس المكتسبات السياسية والانتخابية على حساب المتجرب الآلام ديال المواطنات والمواطنين. مزيان. إذا يبدو أنه يعني في الآونة الأخيرة كان 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 كانت هناك واحد الفعل مدني احتجاجي ديال الجمعيات اللي كتمثل الأشخاص في وضعية إعاقة، ويبدو أنه كانت لقاءات مع بعض المسؤولين في المجلس ديال جماعة الدار البيضاء، وهذا اللي فرض هذا الموضوع بهذا الشكل. على كل حال احنا كعدالة وتنمية بكل تأكيد ما يمكن لناش إلا نخرطوا في هذا النقاش، إلا نكونوا طرف مساهم إيجابيا في ضرورة يعني تأكيد هذا الاختيار وتبنيه والتعجيل به بطبيعة الحال، وإحاطته بكافة الضمانات القانونية والمالية والمصدرية. الضمانات القانونية، البعض يقول بأن النوايا الحسنة ما تدفعش في هذه المسائل الاجتماعية، يعني خاص ضروري المجلس المدينة أو مؤسسة التعاون تقدم واحد الدعم مالي من أجل نجاح هذه القضية. هذا هو المستوى الثاني. دابا باش ما نديروش المزايدات، أولا هذا الموضوع يعني الولوج الى مجانيه، الولوج الى 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 وسائل النقل العمومي، خصنا نحدوا علاش كنتكلموا. اولا الطاكسيات ما كنتذكروش عليهم، علاش؟ لانه هادو ما تابعينش اختصاص ديال لا مؤسسه التعاون لا المجالس المنتخبه. دونك اذا غنتكلموا كنتكلموا على شي حاجه من غير الطاكسيات. مزيان. فهذا الشيء اللي كنتكلموا عليه خصنا نحددوا واش كنتكلموا على الطوبيسات بوحدهم، ولا على الترامواي بوحدو، ولا عليهم بجوج. علاش؟ لانه بالنسبه للترامواي اللي حد الان يعني الا بغيت تقول بحال صاحب المشروع هو جماعه الدار البيضاء، فعلاقته مع كازا ترونسبور اللي كتقوم يعني بالتتبع الى اخره الى اخره. مزيان. بينما الطوبيسات هذا اختصاص مابقاش عند جماعه الدار البيضاء في اطار التدبير المفوض. لا خلي واش في التدبير المفوض، التدبير ديالو ما بقاش عند جماعه الدار البيضاء ولا عند مؤسسه التعاون. لذلك خصنا نحددوا. هذا علاش يعني كيظهر لي انه المجلس جماعه الدار البيضاء او لا من خلال مؤسسه التعاون في الولايه السابقه هذا الموضوع تطرح
تطرح. خلينا قبل ما نوصل للولايه السابقه نهضروا على الدعم المالي مثلا. احنا هاد الناس عندهم نوايا حسنه، كيفاش غتتم العمليه؟ وعبر يعني في التجارب الدوليه كامله ومنذ دائما النقل العمومي قطاع غير مربح، لذلك دائما يحتاج الى الدعم. انا اعطي مثال، مثلا دابا الترامواي على حسب الاتفاقيات اللي راها كاينه انه لو فارت كيتحمل تغطيه العجز المترتب عن الاستغلال ديالو خلال 3 سنوات الاولى من تشغيله. مثلا الخط الاول اللي تفتتح في 2012 3 سنين الاولى الجماعه ما كانت كتخلص والو، داز ديك 3 سنين جماعه الدار البيضاء ولات كتحمل تغطيه العجز اللي كيوصل تقريبا واحد المعدل ديال 80 مليون ديال الدرهم في العام. يعني انه جماعه الدار البيضاء ديك الساعه كان عندها جوج اختيارات، حيت النسبه ديال هذاك العجز شنو هي؟ كتمثل 40% ديال التذكره ديال الترامواي. ديك الساعه جماعه الدار البيضاء تطرح عندنا الاشكال، منين غنجيبوا ديك 80 مليون ديال الدرهم؟ فكانت خيارات، كان الخيار البسيط السهل هو نزيدوا في التذكره باش تولي المرتفق هو يسدد يعني التكلفه الكامله. المجلس اللي فات رفض هذا الاختيار، مجلس الجامعه كان مجلس جامعه الدار البيضاء رفض، يعني المسؤولين رفضوا يطرحوا هذا الموضوع حتى الطرح ديالو للنقاش، ولجانا الى اساليب اخرى وهو تنميه موارد اضافيه للمساهمه في التقليص من حده هذا العجز. مثلا درنا ما يسمى بلو نيمينغ، تسميه بعض المحطات. هذا علاش راكم لاحظتوا بلا ما ندير الاشعار، يعني بعض المحطات خدات تسميه بعض المؤسسات البنكيه كذا كذا الى اخره، هذاك المقابل باش كيولي كيساهم في التغطيه ديال هذاك العجز. سمحنا ساعتها للترامواي باش عبر هذوك العربات يدير الاشهار، دونك الموارد تاع هذوك الاشهار ما كانش الجامعه كتدخلهم وانما كتبثهم وكتضخهم باش نديروا هذا. ولكن مع ذلك بقى العجز اللي جماعه الدار البيضاء هي اللي كانت كتخلصوا. ولذلك الحديث على المجانيه راه كيترتب عليه مباشره عجز اضافي، خصنا نحددوا شكون اللي غيتحملوا تحمل العجز. هذا هو، هذا علاش قبل منه خصنا دراسه اللي كتدقق شحال بعدا كاين هذه القيمه ديال هذا العجز، هذا الشيء مرتبط بشحال هما هاد المستفيدين. ضروري طبعا كيخصك تحدد اللائحه باش كتحدد شحال الوتيره باش غيبداو يتنقلوا، باش الكلفه تحدد مزيان باش يكون واحد البناء مالي. واش غادي نلجؤوا الى واش الجماعه مستعده باش تخلص داك الشيء من ميزانيه خاصه؟ اشك في ذلك من نظر الاعتبارات الماليه. واش غادي ندخلوا في شراكه مع الدوله؟ الدوله واش غتبغي تدخل مع الدار البيضاء بوحدها؟ علاش ما غديرهاش المغرب كامل؟ هذا اشكال. فاذا كيخص حلول، كيخص تفكير على الاقل تكون عندنا المعطيات محدده. انتم في التجربه السابقه في مؤسسه التعاون بين الجامعات طرحتوا هذه القضيه، هذه كان يعني مؤشرات ان غادي تلقى الحل، ولكن واحد الوقت دار الفران امان. علاش؟ طبعا اول حاجه بعدا هذا الموضوع تطرح ماشي فقط بالنسبه للاشخاص في وضعيه اعاقه، تطرح حتى لبعض الفئات الاجتماعيه الاخرى، الطلبه والتلاميذ مثلا، حيث كان من قبل ما يسمى يعني بالخطوط المدرسيه الى اخره. هذا الامر فيه امور دارت. دابا الطلبه والتلاميذ لا في الطوبيسات لا في الترامواي ما كيخلصوش بحال اللي كيخلصوا عامه الناس. كيخلص مثلا في ليزابونمون ديالهم في الانخراط ديالهم بطاقه، كيكون تخفيض مثلا في الطوبيسات كيخلص 100 درهم في عوض 400 درهم. فاذا بالنسبه لهذه الفئه ديال الطلبه والتلاميذ دار هاد سميتو ديال التخريجه واللي حققت جعلت ان واحد العدد ديال الوليدات وديال الطلبه او التلاميذ يعني كيستعملوا هذه الوسائل ديال النقل، وهذا كيساهم في التخفيف على الاسر المغربيه وكيدعم القدره الشرائيه ديالهم. بالنسبه للاشخاص في وضعيه اعاقه، طبعا بدا النقاش في الحقيقة في الولاية السابقة ما كانش حديث عن المجانية، باش نكونوا نسميو الأمور في حيت المجانية شوية كبيرة بزاف، وإنما تكلمنا على دعم التنقل للأشخاص في وضعية إعاقة، والنقاش كان داخل مؤسسة التعاون في حدود الطوبيسات، لأنه كما شرحنا في البداية مزيان. دونك بدا واحد النقاش مع
وزارة التضامن كطرف شريك، ومع مجلس عمالة الدار البيضاء ومجلس عمالة المحمدية ومجلس الإقليمي دمديونة ومجلس الإقليمي دنواصر، على أساس باش هاد المجالس الإقليمية كلها بربعة بها أنها تساهم في دعم تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة. علاش هاد المجالس الإقليمية؟ لأنهم الاختصاص اللي أعطاه لهم المشرع اختصاص ديال اجتماعي مزيان. فوزارة التضامن كانت طرف لأنها هي القطاع الحكومي الوصي، هي اللي غادي تزودنا بالمعطيات المتعلقة بالأشخاص وضعية إعاقة من خلال الإحصائيات اللي كتوفر عليها، ومن خلال تسليم هاد المستفيدين المرتقبين شواهد ديال الإعاقة. دونك القطاع الحكومي الرسمي اللي ممكن يعطينا شهادة اللي هي قانونية ورسمية ومعتمدة هو. وبدات سلسلة نقاشات. مجلس عمالة الدار البيضاء حصل معاه اتفاق انه كان غيساهم بجوج المليار سنتيم، ومع المجالس الإقليمية الأخرى يعني تحدث من المساهمة ديالهم، ماشي طبيعة الحال في نفس القدر اللي غتساهم به مجلس العمالة ديال الدار البيضاء، وإنما مزيان. فمجلس مؤسسة التعاون من جهة لأنه طرف شريك خصو يساوي دعم، خصو يساوي دعم، ولكن خصو يصادق على الاتفاقية. هذا الموضوع عرض على أنظار مجلس مؤسسة التعاون في إحدى الدورات وصادقنا على المشروع ديال الاتفاقية. شنو كخص مازال؟ أخص مازال هاد المجالس الإقليمية بربعة بهم يدرجوا هاد النقطة في جدول الأعمال في إحدى الدورات ويصادقوا عليها، وديك الساعة كندوزوا للتوقيع ويضاف التوقيع تاع المؤسسة ديال وزارة التضامن. ففي هاد اللحظة بالضبط ديال إدراج هاد النقطة في جدول الأعمال ديال المجالس الإقليمية جاء اعتراض ديال الولاية، بطبيعة الحال لاعتبارات متعددة. على كل حال الاعتبارات التي قدمت صراحة ترتبط بأنه هذا موضوع ينبغي التريث فيه. علاش؟ لأنه خصنا نحدو شكون هي يعني شكون هو المفهوم ديال الإعاقة وشحال العدد ديال هاد الناس، وبدينا في تساؤلات من هاد النوع. فحنا كنا كنجاوبوا ديك الساعه بانه معانا القطاع الحكومي الوصي هو اللي غيحسم هذا الاشكال من خلال هذيك الشهاده ديال الاعاقه اللي راه هو كيعطيها. باش نشوف انا دابا مثلا الولايه ولا هذه الدوله الخطه ديالها كما قلتي في الاول يعني هي المسائل الاجتماعيه، والمسائل الاجتماعيه هاد الفئات راه هشه خصها تستافد من انا هذاك الشيء قلته في البدايه، زعما هذه قناعه ديالنا وما ماشي عاد غنقولوها، هذه قناعه ديالنا واشتغلنا عليها، والا ف ما غندوش نتكلموا على اننا حنا الاولين فاش كنا رحنا اللي جبنا هذا الموضوع طرحنا النقاش ودرنا فيه خطوات الى اخره. ما انا هذا الشيء ما باغيش نحقق من ورائه كسب سياسي. فهذه فئه لانها كتستحق، ولان الاولويات اللي عندنا اليوم كدوله كامه مغربيه هي اولويات اجتماعيه، فهادو في الطليعه. فذلك فقلت بانه الوقت اللي تم الاعتراض ديك الساعه مجلس عماله الدار البيضاء درجها في جدول الاعمال ديال احدى الدورات، وكانت عنده جوج الجلسات. في الجلسه الاولى امام الاعتراض تاع الولايه تم تاجيل الموضوع الى الجلسه الثانيه على اساس باش ما بين الجلستين يكون واحد النوع من التوافق، ولكن يبدو انه في هاد اون باراليل مع هذا الشيء المجالس الاقليميه اخرين ما درجوش النقطه في جدول الاعمال اصلا طبعا، حيث باش تولي يعني اتفاقيه قابله للتنفيذ خص جميع الاطراف يكونوا صادقوا عليها في الاجهزه التقريريه. يعني من خلال الكلام ديالك هذه الخطوات اللي تيدير مجلس المدينه هي خطوات ما عندها حتى شي جدوى، على اعتبار ان الملف راه ماشي في يد مجلس المدينه، في يد مؤسسه الطوبيسات. نعم انا لذلك اليوم مجلس، هذا الشيء اللي قلت انا في الاجتماع ديال اللجنه اللي اجتمعت مؤخرا، قلنا اليوم مجلس جماعه الدار البيضاء اذا بغى يكون ياخذ المبادره وهذا، اولا خصو يعبر بوضوح على التحاقه بهذه الاتفاقيه، يولي طرف موقع. وهذا حتى حاجه ما كتمنع، من الناحيه القانونيه. فاذا يولي المجلس هي جماعه الدار البيضاء يصادق على اتفاقيه ينضم من خلالها الى هذه الاتفاقيه التي شرع في المصادقه عليها، ويحدد شنو هي المساهمه ديالو. ولكن هذا الشيء كامل اليوم
اليوم خصنا نحينوا معطيات. حنا هذا الشيء كان غيدار في 2021 وبدا النقاش فيه في 2020 وربما قبل. اليوم حنا في 2022، دونك خصنا اليوم بكل وضوح بحال اللي قلتي قبيله خصنا نحدوا شنو هي المعطيات تاع هاد الاشخاص في وضعيه اعاقه. هناك من يطالب بالمرافقين حتى هما خصهم مجانيه، اذا خصنا نحزموا واش معاقين اصلا كل ما ياخذوا البطاقه ولا كاين اش كل شيء معاقين، اش من صنف من اصناف الاعاقه، شحال العدد ديالهم، هادشي في نهايه المطاف باش هادشي نخرجوا منه كله، نخرجوا منه شحال هي الكلفه الماليه. وهذيك الكلفه الماليه نحب نديروا لها البناء ديالها، شكون اللي غادي يوفر هذاك الدعم المالي من خلال الاتفاقيات يمكن نضموا لها يعني اطراف اخرى يمكن نفكروا. ولكن اللي مهم الايجابي في هذا الموضوع هو انه تطرح في الاجنده ديال المجالس والمؤسسات المنتخبه، يبدو انهم طروح حتى في الاجنده ديال الولايه. وهذا النقاش خصو ما نخافوش منه. نعم فيه اشكاليات كثيره وكبيره والى اخره، ولكن لابد اننا خصنا نخوضوا هذا النقاش ونوجدوا ليه الحلول ديالو. وبكل تاكيد انه لابد غادي نلقاو الحلول بحال اللي هو معمول به في عدد من الدول. عدد من الدول علاش ما يتمش استنساخ التجارب لتاع عدد الدول هذه اللي تنشوفوها تتعامل مع دول الاعاقه؟ اشكاليه التجارب اشكاليه توفير امكانيات ماليه ونقطه الى السطر زعما باختصار شديد. الفلوس يساووا الدعم صافي. هادشي اللي كاين زعما باختصار شديد، ما نكثروش الهضره بزاف. راه في بعض الدول كاينه المجانيه حتى بالنسبه لعامه المواطنين، ولكن كاين دعم من جهه اخرى. كاين دعم، فاذا شحال ما بغيتي دير بغيتي تمشي في المجانيه ولا طريف يعني منخفض ولا شي حاجه، هذه القضيه حسابات ماليه. فلذلك اليوم الامر متوقف على تحديد شكون هما الفئات ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه اللي خصها تستفد. وهنا وهذا سؤال ماشي سهل. هذا هو الاصعب. هذا هو الاصعب، لانه شكون واش واحد كيدير الدياليز واش غتعتبره معاق ولا ماشي معاق؟ واش واحد عنده صبع زايد ولا صبع ناقص واش غتعتبره في اعاقه ولا ماشي اعاقه؟ اذا خصنا هذا نقاش ماشي سهل، فهمتي؟ وكيخص يكون فيه الوضوح وتكون فيه الموضوعيه. يمكن هذا الشيء نديروا فيه واحد تحديد الاولويات، نبداو بالاصناف الاكثر احتياجا واكثر تضررا واللي عندهم صعوبات فعلا ديال التنقل. اذا الجانب الاول هو هذا، والجانب التالي بناء عليه هو تحديد شنو هي الكلفه وشكون اللي غادي يساهم في توفير هذيك الاعتمادات الماليه. سي عبد الصمد شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه انفاس بريس، الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.